تأمين الوفاء الفعالية بكل بساطة. أجيو تسمعوا لجميع نصائح تأمين الوفاء مع برنامج وقاية أكبر، مقاولة أنجح مع وفاء. مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وقاية أكبر، مقاولة أنجح مع وفاء. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على مهن المطاعم. هذه المهن اللي فيها عدة مخاطر، من بينها ألم الظهر بسبب ساعات العمل الطويلة، الحرق، الزلق، حمل الأثقال وغيره. ومعنا حاضر في البلاتو سيونس السيح، الخبير في التأمين. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أول سؤال سيونس، شنو هي تدابير الوقاية اللي خاصو ياخذها رب العمل في المطاعم؟ بما يخص المطاعم طبعا عندنا ما يتعرض له العمال، كذلك بما يخص الحرق، بما يخص الأخطار ديال الزلق، بما يخص واحد العدد ديال الأخطار أخرى اللي متعلقة بالجرح بحكم الاستعمال ديالهم الأدوات حادة، أدوات حارة إلى آخره. وتهي كتلتزم من العمال طبعا يحملوا وياخذوا الوقايات الكافية ديالهم باش ما يتعرضوش لهذه الأضرار. في المطاعم كذلك عندنا ما يمكن أن يقع للزبناء في المطاعم، يقدر يكون من غير الأضرار اللي هي متعلقة بالزلق والجرح، يقدر يكون تسمم في المواد ديال الأكل، ولذلك كتخذ إجراءات قاسية بما يخص الوقاية وبما يخص كذلك محاربة التعفن في الأكل واحترام سلسلة البرد لاشين دو فخوا بما يخص استعمال ومحافظة على المواد الغذائية. نعم، وهذا الشيء كيجرنا باش نهضروا على التأمين. سي يونس، شنو هي نوعية التأمين اللي خاصة تتخذ في المطاعم بالنسبة للزبون ولا بالنسبة للعمال؟ التأمينات اللي خص ضروري تخاد في محل ديال المطعم هي أولا تأمينات متعددة الأخطار كما قلت، اللي هي متعلقة بما يخص المحل في حد ذاته من حريق وأضرار الماء وسرقة وأضرار متعددة. ضرورة أنه مسير المحل يأخذ كذلك تأمين للمشغلين دياله، تأمينات ديال حوادث الشغل وأمراض الحرفية، تأمينات كذلك ديال المسؤولية المدنية الحرفية لإخصيبه بما يخص الأضرار اللي غيوقعوا الناس اللي غادي يكونوا يا زوار يا مستعملين أو كي يجيو يأكلوا في المطعم. نعم، شكرا لك سي يونس السيح الخبير في التأمين، شكرا لك على كل هالتوضيحات. شكرا. ومعنا عبر الهاتف شهادة من سي كريم رحال اللي هو صاحب سلسلة مطاعم. سي كريم مرحبا بك. شكرا على الترحيب وشكرا للمستمعين الكرام. نعم، أول سؤال سرحال، شنو هي نوعية المخاطر اللي كتواجهها في هذا القطاع، قطاع المطاعم؟ اولا كاين مخاطر اللي هي طبيعيه واللي التامين في المغرب الحمد لله كيغطيها، ولكن كاين مخاطر اللي هي يعني انسانيه. نعم، يعني الشخص هو اللي كيكون السبب ديالها وهو الحرق، وهذه حتى هي مسائل اللي التامين في المغرب كيغطيها. المخاطر الانسانيه فيها عده مخاطر، فيها الغلط الانساني انه كينسى الكشاعل او كينسى واحد الفرن شاعل، كاين المخاطر ديال لا كونتاميناسيون، يعني الانسان ما غسلش يدو، الانسان ما دخل بالهدوم ديالو اللي كينعس بها في البيت واللي جاي فيها في حافله النقل وكيدخل بها للمطعم. كاين مخاطر اللي هي في المثال بزاف ديال الحرفيين ما كيعرفوهاش، هو هذاك التسمم بداك الغاز ديال الامونياك اللي كيكون في المحرك ديال الثلاجات. نعم، وكذلك بعد التسممات اللي كتجي الانسان كيتلقى خضار او كيتلقى مواد غذائيه وما كيتمش الافراغ ديالها خارج المطعم وجعلها في صناديق بلاستيكية اللي كتكون معقمة. نعم، سير حال تكلمتي لي على المخاطر، شنو هي انتما التدابير الوقائية اللي كتاخدوها باش تجنبوا كاع هاد المخاطر؟ أول نعم. حاجة كيجيو الناس اللي غادي يخدموا في واحد المطعم، بعدا كيدوزوا لواحد المحل اللي هو الفيستير، اللي كيحيدوا جميع الملابس اللي كانوا لابسينها في الشارع وكيلبسوا ملابس وأحذية اللي هي معقمة اللي كتدخل بها للمطبخ، وهذا الحذاء كدوس بواحد البان معقم تاهو، واحد الماء فيه لوط جافيل باش تصبط ديالك واخا كان معقم في الفيستير كتعاود تعقمو عاد باش كتدخل لداخل المطبخ. ثانيا لابد من الفحص الطبي ديالهم اللي كنقومو به تقريبا كل 3 أشهر، الانسان واش ما فيهش مرض الرئه، واش ما فيهش امراض معديه، واش ما فيهش بزاف ديال الامراض. من بعد كيجي المواد الاوليه، فالمواد الأولية كاينه مواد اللي خصها تدوز للمستودع ديال الجاف
وكاين المواد اللي كتدوز للمستودع اما تبريد اما التجميد. وفي التجميد هو كاين المخاطر ديالو بحيث انه اي حاجه اي لحم او سمك او دجاج مجمد اذا تم اخراجه من بيت التبريد فلا يمكنه ارجاعه لهذا البيت. وكاين السموم اللي كيكون بيئي في المطبخ ديالك يكون ايزولي زعما ما يكونش عنده شي نوافذ ولا شي بلاصه منين يدخل اي تسمم من نوافذ او من حيث بان المطابخ ديالنا مطابخ ليست لها نوافذ حيت انها مكيفه والتهويئه ديالها كتتم بدي فلتر بان الهواء اللي كيدخل المطابخ كيدوز على واحد الفلتر باش كتتم التنقيه ديالو. شكرا لك سي كريم رحال على كل هاد التوضيحات. كنذكر انك صاحب سلسله مطاعم. شكرا لك سيدي. شكرا لنا. نتمنى مستمعينا نكونوا جاوبنا على كل تساؤلاتكم. تلقوا الأسبوع القادم باش نتكلموا على مراكز الاتصال أو ما يعرف بلي سنتر دابيل. ولإعادة الاستماع للبرنامج زوروا لاباج لينكدين وفا أسيغونس وترقبوا الإعادة اليوم مع 7 لاروب ونهار الجمعة مع 9 لاروب ديال الصباح. مع السلامة. موعدنا في الحلقة المقبلة لنصائح جداد مع تأمين الوفاء. تأمين الوفاء الفعالية بكل بساطة.